ليست صديقة للبيئة كما يعتقد. السيارات الكهربائية أفاد تقرير حديث لول ستريت جورنال استشهد بدراسة نشرت عام 2022 أن السيارات الكهربائية قد تطلق تلوثاً وانبعاثات سامة خطيرة أكثر من السيارات التي تحمل بالبنزين. تعد السيارات الكهربائية أثقل بنسبة 30% من المتوسط لسيارات البنزين، ما يؤدي إلى تآكل الفرامل والإطارات بشكل أسرع، وبالتالي إطلاق جزيئات صغيرة سامة في الغلاف الجوي. وتزن بطاريات السيارات الكهربائية حوالي 453 كيلوغرام، ويمكن أن تؤدي إلى انبعاثات من الإطارات تزيد بحوالي 400 مرة من انبعاثات أنابيب العادم. ومن الصعب للغاية تحديد الفرق بين كمية المواد البلاستيكية الدقيقة المبعثة من إطارات السيارات الكهربائية وتلك التي تعمل بالبنزين، فلا يوجد فرق كبير بين السيارات الكهربائية والمركبات التي تعمل بالبنزين، فقد يصل الفارق إلى حوالي 20%، وهذا الفارق يعتبر قليلاً جداً حسب ما عرف عن السيارات الكهربائية أنها صديقة للبيئة، كما وتولد أيضاً الكثير من ثاني أكسيد الكربون عند شحن السيارة. والفرق الرئيسي بين انبعاثات أنابيب العادم للسيارات التي تعمل بالبنزين وانبعاثات إطارات السيارات الكهربائية يتمثل في أن غالبية انبعاثات الجسيمات في الإطار تذهب مباشرة إلى التربة والمياه، بينما يؤثر العادم سلباً على جودة الهواء. واختبر الباحثون تآكل الإطارات في كل من المركبات الكهربائية والسيارات التي تعمل بالبنزين بعد قيادتها لمسافة لا تقل عن 1600 كيلومتر، وجمع جزيئات مباشرة خلف كل إطار لقياس حجم الجزيئات المنبعثة من الإطارات. وجدوا كلما زادت سرعة إطلاق انبعاثات جسيمات الإطارات بسبب زيادة عزم الدوران بين الإطارات والطريق، ويمكن أن يؤدي التلوث الحاصل إلى مشاكل صحية تشمل أمراض القلب والربو وأمراض الرئة، وفي حالات القصوى يمكن أن يؤدي إلى دخول المستشفى والسرطان والوفاة المبكرة.